خلينا نكون متفقين على حاجه مهمه، الدوريات العربيه ما بقتش قويه زي الاول، فبناء عليه اللعيب اللي بيبقى طالع من الدوري المحلي بتاعك ما بيكونش قادر ان هو يمثل المنتخب المحلي بطريقه مميزه، فبتحس وقتها ان عندك مشكله كبيره جدا والجوده بدات تقل، فبناء عليه لازم تقعد تفكر بره الصندوق، لان الافكار القديمه واضح انها ما بقتش تاكل عيش، وسن اللعيبه المحترفين بدا ان هو يكبر، فواضح ان المنتخب التونسي كان في ازمه كبيره جدا، بس الازمه الكبيره جدا دي جه السيد وديع الجري وقرر ان هو يفكر بره الصندوق، ايه التفكير اللي بره الصندوق؟ نروح نجيب اللعيبه المغتربين اللي عندهم جنسيه تونسيه، اللعيبه اللي مولودين بره تونس نروح نضمهم للمنتخب التونسي، ايه ده؟ ده مش مدرسه جديده، دي مدرسه قديمه والمنتخب المغربي والمنتخب الجزائري شغالين بيها، لما المدرسه دي بالنسبه لينا كمنتخب مصر وكمنتخب تونس دي مدرسه جديده، لان منتخب مصر ومنتخب تونس بيحبوا قوي فكره اللعيب اللي هو بيبقى شارب من نيرها، واللعيب اللي بيبقى متربي في ضواحيها، واللعيب اللي بيكون مولود في دوريها والكلام ده. بس بصراحة الكلام ده ما يقدرش ان هو ياكل عيش، ولازم انك تتخلى عنه، لان اللعيب المحلي الجودة بتاعته بدأت تقل، واللعيب المحترف خلاص سنه بيكبر وقرب يعتزل، فلازم تقعد تفكر في حتة ان انا اضم لعيبة عندهم جنسيات مزدوجة، لعيب عنده جنسية فرنسية وجنسية تونسية زي حنبان المجبري، اروح احاول ان انا اخطفه من المنتخب الفرنسي، لو كان خطفت لعيب زي حنبان، لعيب شاب عنده مواهب كبيره جدا بيلعب في مانشستر يونايتد، هيودي المنتخب التونسي لحته تانيه، انك يعني تتكلم مع لعيبه مانشستر يونايتد، مع فيا ريال، مع باريس سان جيرمان، والمنتخب التونسي بسم الله ما شاء الله عنده مواهب كتيره في موضوع اللعيبه المزدوجين الجنسيه دول، يعني مثلا المنتخب التونسي بعد وصوله لكاس العالم في لعيبه كتيره جدا هيبداوا يبصوا على حته ان هم يفكروا تاني وتالت ورابع في العرض بتاع المنتخب التونسي لتمثيل المنتخب التونسي، لان للامانه يعني السيد وديع الجريء طلع شغال على الملف ده من فتره، والتركيز كله حاليا على ست لعيب، ست لعيب على اساس، ومش ناس على فكره، مش ناس يا نيس بن سليمان، ولا ناس لعيب زي عمر الرقيق مدافع ارسنال، الولد الشاب الصغير اللي جابه السيد مظهر الكباير وجلال القدري ولعبوه في المنتخب التونسي علشان خاطر يحاولوا ان هم يامنوه من ان هو يمثل المنتخب الهولندي زي اخوه كريم الرقيق. وكريم الرقيق وعمر الرقيق قصه تحسسك ان المنتخب التونسي بدا يفكر فعلا بره الصندوق، وبدا يفكر فعلا في اللعيبه اللي عندهم جنسيه تونسيه، وبرضه المنتخب التونسي بيحاول ان هو يرجع تاني لكريم الرقيق مدافع فيا ريال. اتوقع كريم الرقيق في حاله انضمام المنتخب التونسي هيكون اضافه مهمه جدا بالنسبه للمنتخب التونسي. طب مين تاني بالنسبه لكريم الرقيق؟ طبعا اسماعيل الغربي، انت عارف كويس قوي قصه اسماعيل الغربي، اللاعب اللي عنده جنسيه فرنسيه واللي عنده جنسيه تونسيه، واللي والده حرفيا طلع قال لك ان انا نفسي اسماعيل يلبس تيشيرت المنتخب التونسي، حاجه كويسه جدا. اسماعيل الغربي اعتقد ان هو محتاج يفكر شويه بالنسبه لتمثيل المنتخب الفرنسي، ويبص دايما على اللعيبه اللي قرروا ان هم ياخدوا قرار ورجعوا ندموا عليه. يعني قرر اشوف عزيز. شوف، عشان في قدامك نبيل فقير وقدامك في لعيبه كتير قرروا ان هم ياخدوا القرار ده وفي الاخر ندموا عليه، فشوف سمع المنتخب التونسي كويس، هتعرف تلعب براحتك اساسي، هتكون موجود في تصفيات كاس العالم، هتلعب كاس عالم 2022. اسماعيل الغربي اعتقد واتمنى ان هو يكون موجود بالنسبه للمنتخب التونسي، واحد من افضل الاجنحه الشباب اللي موجودين دلوقتي في اوروبا، واللي في ناس كتيره ما حاطه امال وطموحات عليه ان اللعيب ده هيكون مهم جدا في خريطة كرة القدم الأوروبية، وهو اسماعيل الغربي، فانضمامه للمنتخب التونسي هيكون صفعة قوية جدا للمنتخب الفرنسي. ورامي كعيب باك شمال فرقة هيرنيفن الهولندي، أعتقد لما تقعد تتكلم على باك شمال بالنسبة للمنتخب التونسي فانت محتاج برضه باك شمال، محتاج باك شمال بجانب امين بن حميده، ومحتاج باك شمال بالنسبه لعلي معلول، علي معلول لان سنه بيكبر، وانت محتاج لعيب يكون عنده خبرات، يكون عنده خبرات زي امين بن حميده، مع لعيب شاب تاني تدور عليه ياخد، يحاول ان هو ياخد خبرات من امين بن حميد زي رامي كعيب. ورامي كعيب واسماعيل الغربي وكمان معاه يان فاليري وهيثم حسن، هيثم حسن ده عنده جنسيتين، جنسيه مصريه وجنسيه تونسيه، طبعا الولد كان قاعد بيتفرج وبيشوف من اللي هيوصل كاس عالم وهيمثله، والمنتخب التونسي وصل كاس العالم، فالمنتخب التونسي اصبح قريب جدا من هيثم حسن مهاجم فيا ريال. وهيثم حسن برده خلي بالك لعيب من اللعيبه اللي المنتخب المصري كان بيحاول ان هو يضمهم، بس هو برده للامانه زي ما قلت لك هيثم حسن مهاجم برنديس الاسباني، اسف مش من فيا ريال، اخر حاجه كنا بنتكلم عليه هنا في مصر كنا بنتكلم عنه كان في فيا ريال. هيثم حسن اقترب من تمثيل تونس، الخبر ده من 12 ساعه، يعني الملف اللي احنا بنتكلم فيه ده المنتخب التونسي السيد وديع الجريء بيديره بسرعه كبيره جدا عشان خاطر عايز اللعيبه دي فعلا تكون موجوده مع المنتخب التونسي في كاس العالم. يعني احنا كان كده عندنا
عندنا لعيب زي عمر وكريم الرقيق في خط الدفاع، وعندنا لعيب زي رامي كعيب ناحيه الشمال، وعندنا لعيب زي اسماعيل الغربي موجود بيلعب في نص الملعب وبيلعب كمان على الاطراف، وعندنا يان فاليري. للامانه انا ما اعرفش يان فاليري بيلعب فين، في بيلعب في اي مركز في الملعب. يان فاليري مهاجم ساوث هامبتون، مهاجم كمان كويس والله، واعتقد ان يان فاليري جاب 3 اهداف، اعتقد اول ما كتبت يان فاليري قال لك بيسجل ثلاثيه. وزكي العمدوني لاعب لوزان السويس، لا ده زكي العمدوني هو اللي كان بيسجل 3 اهداف مش يان فاليري. يعني انت دلوقتي عندك 2 مهاجمين، يان فاليري وكريم زكي العمدوني، اعتقد ان هم مهمين، خصوصا ان احنا بنتكلم عن الكره التونسيه بتعاني من قلب الهجوم. فانت دلوقتي اللعيبه دي هتحل لك مشاكل كثيره جدا بالنسبه للمنتخب التونسي، وانت محتاجهم كلهم حرفيا. يعني انت محتاج ابناء الرقيق اذا كان كريم او عمر، ومحتاج اسماعيل الغربي، ومحتاج رامي كعيب، وهيثم بن حسن، ويان فاليري، وزكي العمدوني. اللعيبه دي هتفرق جدا معاك، طبعا هتفرق جدا معاك، هتدي شكل تاني خالص للمنتخب التونسي، طبعا هتدي شكل تاني خالص للمنتخب التونسي. اللعيبه دي مع اللعيبه اللي هم طالعين من الدوري التونسي، مع اللعيبه المحترفين اللي عندهم روح وعزيمه ومولودين في تونس وعارفين كويس طبيعه الشعب وعارفين الكلام ده، اعتقد ان ده هيكون مزيج وخليط رائع جدا بالنسبه للمنتخب التونسي. فكره مميزه بالنسبه لوديع الجريء، طبعا فكره مميزه جدا بالنسبه لوديع الجريء. كنا بننتقد احنا وديع الجريء كتير هنا في القناه، بس لما يحاول يعمل حاجه ترتكب الكره التونسيه وقتها لازم نسقف له، وقتها لازم نحترمه. ما تبصش دايما للعيب المحترف ان هو يكون اقل وطنيه من اللعيب اللي مولود في البلد، لان ده مش حقيقه. اغلب المولودين في البلد حرفيا بيتمنوا ان هم يهاجروا، ولما يجي لك لعيب من بره عايز يلعب في المنتخب التونسي لانه حابب المنتخب التونسي، فاتمنى انك تحترم الرغبه دي. لو عجبك الفيديو لا انا خلاص، بس اتكلم معاه عشان تقريبا كده واضح انه زعلان مني.